السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني من هذا المنحل، منحل اللوزيات. كما نشاهد اللوز عندنا في كل مكان مزهر، هذا لوز كله بري ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بمعنى أفضل مواسم القسمات فهي مواسم انطلاقة اللوز إن شاء الله. كما نشاهد اللوز عندنا فهو بالانطلاقة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، بمعنى ولو نشاهد أن اللوز مزهر لكنه اللوز كله في الأبواب، بمعنى ولو نرى هذه الأزهار لكن خلف هذه الأزهار هناك أزهار، بمعنى ما زال اللوز بالانطلاقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سنقوم بنفض حسونية كأفضل طريقة لقسمة المنحل داخل المنحل والإكتار من الخلايا داخل المنحل من دون ترحال. بسم الله مجريها بالله مجريها، سنقوم بقسمة هذه الخلية إن شاء الله على النفض الحسونية بإذن الله. سنقوم برفع الخلية الأم، سنقوم برفع الخلية الأم من مكانها وإحضار خلية ثانية. سنحضر خلية فارغة بهذه الطريقة، خلية فارغة بهذه الطريقة، ونرفع الخلية الأم. الخلية التي يجب أن نقوم بقسمتها يجب أن تكون بكثافة نحلية. ترفع الخلية الأم ونضع مكانها خلية فارغة فقط إطارات من دون نحل. بسم الله، سنرفع الخلية الأم، الله أكبر، سنضع الخلية الفارغة. أول شيء عند وضع الخلية الفارغة تفتح البوابة، شاهد النحل بدأ يأتي إلى بوابة الخلية الفارغة من دون نحل. ستبدأ الخلية في الحصول الآن على نحل، شاهد أخي الكريم، نفتح الخلية الأم، الخلية الفارغة، نرفع إطارات فارغة، هذه تسمى النفضة الحسونية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. سنجعل فراغ مجال الإطارات التي سنقوم بوضعها إن شاء الله. شاهد أخي الكريم، شاهد أخي الكريم ماذا أصبحت الخلية، أصبحت الخلية الآن، أصبحت الخلية الآن تحصل على نحل من دون حضنة ولا ملكة ولا شيء، بمعنى خلية فارغة. رفعنا الخلية الأم ووضعنا الخلية الفارغة، هذه تسمى النفضة الحسونية وهي أفضل طريقة للقسمات داخل المنحل وناجحة 100%. نحن نستعملها الآن كأبناك ملكات للاعتماد عليها في القسمات المقبلة. الخلية الأم شاهد معي ماذا فعلنا، لا أقفل على البوابة ولا أي شيء، ممكن لا نقفل لا نقفل لأن الأفضل مكان آخر، لكن ماذا وضعت على الباب، نقفل البوابة، نفتح الخلية الأم. بسم الله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لدينا كثافة نحلية، لدينا طقس، لدينا حرارة، لدينا مرعى نتفقد الخلية. شاهد الخلية الفارغة أصبحت بنحل، كل مرة تأخذ نحل النحل السارح يخرج من هنا يبحث عن هذه الخلية كما تراه يطير، فنأخذ فكرة كيف هو النحل. شاهد طيران النحل بكثرة على بوابة الخلية الجديدة، شاهد، مع العلم أنها فارغة، هذا يسمى الحصول على النحل السارح. بسم الله، نرفع أول إطار لكي نتفقد. بسم الله، بين أول إطار، بسم الله ما شاء الله، عسل، بين أول إطار عسل. هذا كان فحص يوم 8/2/2023، تركناه إلى اليوم 3 أيام 4 أيام لنقوم بقسمة هذه الخلية إن شاء الله.
ناخذ اول اطار ساعتمد عليك زوم. اول اطار لدينا مخزون عسل، مخزون عسل سأضعه في الخليل الجديدة على الحائط، سأقوم بخدش العسل لكي لا يستهلك النحل الوقت في خدشها. هذه عسل اللوز، خدشت العسل بسم الله، سأغطيه بإطار شمع عسل لكي أضغط نحلي. الآن سنبحث عن إطارات الحضنة. لذلك يجب أن نبحث عن إطارات حضنة يوم أو يومين. هذا كله مط جديد، مط جديد. نحن اليوم 12 شهر 13 ما اعتقد 13 شهر 2، نعم لان اليوم 2 لا ادري، لكن نحن في 12 او 13 شهر 2. هذا مط، هذا مط ستركه للملك. بسم الله. هذا حضنة مغلقة، شاهد أخذنا واحد مخزون، هذا كله حضنة مغلقة من الجنبين. سنقوم بنقل هذه الطريقة، نأخذ الإطار الذي سنقوم بالقسمات من دون نحل. أول إطار، شاهد أخي الكريم، حضنة مفتوحة، حضنة كما تشاهدها مفتوحة على الجوانب، حضنة مغلوقة هلال عسل لتغذية هذه اليرقات. وهنا لو شاهدنا كذلك فهناك حضنة، حضنة كلها مفتوحة ما شاء الله ما شاء الله. هذا أول إطار سنقوم بوضعه بهذه الطريقة. سنبحث عن إطار يرقات يوم أو يومين. هذا أفضل إطار أريده، شاهد معي سأعطيك الفكرة. أريد إطار حضنة يوم أو يومين، شاهد كله يرقات مفتوحة ولدينا حضنة الذكور. شاهد اليرقات المفتوحة، بمعنى خلاص ضمننا إن شاء الله ولا ضامن إلا الله القسمة. لدينا الحضنة المفتوحة، لدينا الحضنة المغلوقة، لدينا حضرة الذكور، لدينا شيء من المخزون. نتوكل على الله. بسم الله. ثالث إطار، نأخذ الإطار من دون نحل. لدينا كما تشاهد حضنة الذكور، حضنة مغلقة، حضنة مفتوحة على كل الجوانب. لدي واحد عسل، واحد حضنة مفتوحة، واحد حضنة مغلوقة. سأبحث عن واحد يكون به عسل وحضنة وكل المتطلبات. هذا كذلك إطار، هذا كذلك إطار جميل لهذه الخلية، بمعنى شاهد، شاهد كثافة الحضنة المفتوحة. هذه اليرقات التي نشاهدها في العيون السداسية، أتمنى أن تكون واضحة، أتمنى أن تكون واضحة اليرقات. أنا أراها جيدا لكني مع الشمس لا أعرف هل هي واضحة أم لا. هذه كلها يرقات مفتوحة من الجنبين، من الجانبين، بمعنى أخذنا عدود يوم يومين لهذه الخلية. الآن كما تشاهد أصبحت لدينا
المدينة. الملكة هنا والنحل الحاضن هنا. أصبحت لدينا الملكة والنحل الحاضن هنا والنحل السارح هنا. هذا النحل الحاضن لن يغادر هذه الحضنة شيء، تركنا للملكة إطارات حضنة، واحد اثنان ثلاثة حضنة، هذا كذلك مط وحضنة تركنا. هذا مخزون الأول، هذا المخزون الثاني ما شاء الله، وهذا ده مخزون رابع. بمعنى هذه الملكة لن تحتاج للمخزون، لأن لديها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إطارات مخزون. ستفتقد إلى النحل السارع الحاضن، سأقوم بتتميمها مباشرة مباشرة. خلية جديدة سأتممها كذلك ونقفل على الخلايا معا. أفضل طريقة وأفضل طريقة في التوسع في المناحل النفضة الحسونية. الحمد لله، اللهم بارك لنا في هذه النفضة، اللهم بارك لنا في هذا بنك الملكات، فهؤلاء الذين نقوم الآن بتصنيعهم بنوك ملكية، وهذه خلية جد جد جميلة. الآن ماذا علينا أن نفعل؟ سنأخذ الخلية الأم، حولناها من هنا، سأضع لها مكان هناك بمعنى خمسة أمتار. شاهد أين ستذهب الخلية الأم. الحمد لله، أصبحنا بخلية جديدة. بسم الله ما شاء الله، كثافة نحلية وخلية جديدة، بنك ملكات وخلية أم، بمعنى أفضل طريقة في القسمات. إن عجبكم الفيديو إخواني شاركونا الفيديو، جزاكم الله خير. فالنفضة الحسونية هذه أطلقنا عليها هذا الاسم تكريما لأخونا عليان حسون، وبارك الله للجميع. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. نحبكم في الله، نحبكم في الله. من أعالي جبال الأندلس نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.